مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. حكينا في فيديوهين عن أهم السلبيات الموجودة في كندا، وفي فيديو حكينا عن الإيجابيات. في الفيديو هذا اللي هو الفيديو الثاني هنحكي عن باقي الإيجابيات الموجودة في كندا. هنحكي عن 10 إيجابيات مهمة جدا والناس تقدر تفكر فيها لأنها فعلا إيجابيات. قد تكون بعض الإيجابيات مش مهم كثير لبعض الناس، وقد تكون بعضها لبعض الناس، زي السلبيات اللي حكينا عنها. في ناس كثير قالوا لي البرد مش سلبية، في ناس بتبرو مش هيك صحيح، في ناس بقول لك تعليم الأبناء في الدول العربية صار أصعب من الغرب. كل واحد منظر لهذا بمنظوره. أنا بحكي إنه هذه من خبرتي ومن منظوري، لأنه ناس كثير قالوا لي لازم تنقل خبرتك للناس، وهذا اللي عم بنسويه الآن. فالنقطة الأولى اللي هي الوقت، الكنديين كتير بقدسوا الوقت، مش زي البريطانيين، لكن فعلا بيحترموا الوقت وبحبوك تحترم الوقت. إذا عندك موعد طبيب على الساعة واحدة بتيجي على الواحدة، بتيجيش على الواحدة ونص. إذا عندك موعد مع صديقك على الواحدة بتيجي على الواحدة، بتيجيش على الواحدة ونص، تنتين على مواعيد مخالفة. طبعا الشيء الثاني اللي هو الأكل في المدرسة، أنا بعتبرها أنها شيء جيد. الأطفال دائما بيسألوا الأهالي، أو الأهالي المدرسة بتسأل الأهالي تبعون الطلاب إيش ابنك ما بوكل. فإحنا كمسلمين طبعا ما بوكل خنزير، فبنكتب له أنه ما بوكل خنزير، فعلا بجنبوا عنه الخنزير ومشتقاته. إذا في عنده حساسية لا سمح الله من احد انواع الاكل، مثلا من الفول السوداني او شيء زي هيك، اكتب لهم اياها. وعاده بمنعوا كل الصف انه ياكل فول سوداني حفاظا على سلامه هذا الولد. الشيء الثالث اللي هو العزائم. العزائم في كندا، او عندما تنعزم عند كنديين، ما بيكلفوا نفسهم كثير زي العرب. يعني العرب احنا عندنا ما شاء الله بكون عازم اثنين بيعمل له 20 واحد، لازم يحط الصفر هذا قدامه. وطبعا هذا من نوع الكرم عندنا، لكن بالنسبة للكنديين هذا يعتبر إشي كبير. فممكن تنعزم يكون عامل لك اللايت بندورة يعني، أو إشي بسيط جدا. بس عادة الكنديين في عندهم شغلة حلوة اللي هي، أو شغلتين حلوات في العزايم، اللي هي الشغلة الأولى اللي بيسألك شو عندكو ريستريكشن في الأكل، إيش الشغلات اللي ما بتاكلوها. وهذا سؤال مهم بالنسبة لنا. مثلا احنا بناكلش خنزير، فبتقول له انا ما بروح اعمل لك اكلي كلها خنزير، ما راح تاكل. فهذه عادة حلوة، احنا العرب ما عندنا هاي العادة، ما بعرف ليش، بس اتوقع انها عادة حلوة. تسأل الناس، بركي عندهم حساسية، بركي عندهم مشاكل. في ناس مثلا ما بأكلوا لحمة، فيجيتيريانز، فمش غلط انك تسأل. هاي الشغلة حلوة. الشغلة الثانية شغلة اسمها بطلك، هاي بالعزايم بكون موجودة. بقول لك I invite you to my home، جيب معك أكلة. وانت بتقول إيش يعني أجيب معك أكلة؟ تيجي بتلاقي في 20 واحد وكل واحد جايب معه أكلة، والناس بتأكل، بتفتح أكل بعض وبيبدوا يأكلوا مع بعض. فهو صاحب البيت بس بكون عند مخ، يعني عازمكم في بيته بس مش متكلف في الأكل، وكل واحد بأخذ الباقي معه وبروحوا معه. فلا بنكب أكل ولا بزيد. وعادة يعني هاي شغلة حلوة انك تتذوق طعم، خاصة لما يكون في ثقافات مختلفة. الشغلة الرابعة الحلوة في كندا هي الطبيعة. الطبيعة جميلة جدا 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 جدا. كندا تعتبر اكبر دولة في العالم فيها مساحات خضراء. البحيرات اعتقد فيها ثلث مياه العالم العذبة. المياه لأنها بحيرات، فيها أنهار جميلة جدا جدا جدا. وأتوقع أنه كل واحد، خاصة في فصل الصيف، فصل الشتاء حلوة يعني، بحب يطلع ويغير جو هيك مع العائلة، يعملوا باربيكيو. فهذه شغلات مشهورة في كندا. النقطة الخامسة اللي هي أنك تتعلم ثقافات الناس الآخرين. طبعا لأنه في كندا في ثقافات كثيرة جدا، بتلاقي الهندي والصيني والياباني والكوري والأفغاني والأوروبي والأفريقي والساوث أمريكان، وكلهم عايشين في مجتمع واحد. فأكيد سهل إنك تتعلم ثقافاتهم، تعرف عنهم. يعني إحنا بنحكي هون you can travel the world in one day، يعني ممكن تزور كل العالم في يوم واحد، لأنك ممكن تروح عند هدول وعند هدول وعند هدول.
النقطة السادسة وهي مهمة جدا اللي هي الوضع الاقتصادي لكندا. كندا تعتبر من أكبر اقتصاديات العالم، هي في الجي 7 اللي هي جريتر 7 وفي الجي 20، فيعتبر من أكبر اقتصاديات العالم. هذا قد يكون شيء إيجابي خاصة للناس اللي جايين يعملوا بزنس وجايين يعملوا تجارة مع كندا. طبعا النقطة السابعة اللي هو التعليم، خاصة التعليم الجامعي. التعليم الابتدائي برضه هو في هاي ستاندرد، مستوى عالي جدا. التعليم الجامعي يعتبر من التعليم الجامعية الراقية جدا. الناس كثير بتيجي هون، انترناشونال ستودنتس، عندنا حوالي في 40,000 طالب صيني بيجي من الصين بس عشان يدرس، مش صينيين كنديين، هم الصينيين جايين من الصين يدرسوا في كندا. كان في عندنا حوالي يمكن 20,000 او 18,000 مبتعث سعودي. بعرف عندنا حوالي 3-4,000 من باقي دول الخليج. هدول مبتعثين يعني، غير اللي بيجوا بدرسوا على حسابهم. فالتعليم الجامعي في كندا من التعليم يعني مستواه عالي جدا ومرموق ومحترم في العالم. رقم 8، كندا ومعظم مدنها دائما تصنف من أفضل المدن للمعيشة في العالم، مش الأفضل بس من أفضل المدن، بدي أحكي من أفضل 10. مدينة مونتريال قريبا صنفوا أعتقد خامس مدينة. فانكوفر صنفت قبل سنتين أنها أفضل مدينة في العالم أو 3 سنوات. أوتوا كانت الثامنة في هذا. تورونتو مدينة كبيرة جدا ورائعة وفيها مالتي كلتشرزم، تعدد ثقافي ممتاز. فتعتبر يعني المدن الكندية معظمها. كالجاري كانت أعتقد من أفضل المدن في العالم للسواقة. فهي الشغلة مهمة جدا. النقطة التاسعة اللي هو الأمن، الأمن والاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي يعني بتعرفوا دولة ديمقراطية فيها تبادل ديمقراطي للحكم، فما في عندنا مشاكل بشكل عام بالنسبة للسياسيا. الأمن شيء مهم جدا. يعني الحالات اللي بتصير أكيد بتصير حالات جرائم وهذا، لكنها تعتبر بسيطة جدا مقارنة بدول ثانية، وخاصة حتى نحكي مع جارتنا أمريكا. فالأمن في كندا يعتبر من أهم الإيجابيات الموجودة. وآخر شغلة يمكن من الإيجابيات اللي أحكيها أنه البنوك الكندية بنوك مستقرة. قد يكون هذا السبب لأن البنوك الكندية لها دعم حكومي، معظمها بنوك خاصة لكنها يجب أن تسجل خلال نظام حكومي، وهذا النظام الحكومي بيحفظ للمواطن حقه، لأنه لازم يشتروا لكل كاستمر عندهم انشورنس، بحيث أنه لا سمح الله صار معك سرقة أو انسرقت حساباتك البنكية أونلاين، الانشورنس بغطي ذلك كاملة. هاي أهم 10 إيجابيات في كندا، وهاي الحلقة الثانية في الإيجابيات. إذا بدكم تعرفوا الحلقة الأولى للإيجابيات حطوا لكم إياها في الديسكريبشن، والسلبيات برضو عشان تعرفوا تقارنوا. وسلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل